فيها اليوم وغدوة كيف كيف ما حاجة ما تتبدل عندي عندي بزاف صحابي لا لعبت معهم قلت معهم إن شاء الله نزيدوا نفرحوكم إن شاء الله نزيدوا نفرحوا الشعب الجزائري لكن حيونا ربي يحييهم ان شاء الله فرحونا شعب الجزائر كامل ربي يفرحهم ان شاء الله ربي ينجح منا وجاي ان شاء الله لازم نقول واحد كي يروح لبلاده هكا يشوف كيفاش الناس تفرح به يزيد يقول ان شاء الله نزيد مره جايه نزيد نمد اكثر ان شاء الله ان شاء الله الشعب تاعنا يستاهل يفرح احنا فرحانين بهم وفرحانين بالنتائج اللي داروهم ان شاء الله نتمناو يديروا احسن في المقابلات اللي باقيين وهذا احنا بالنسبه لنا فخر لكل الجزائريين لانه درك عن طريق يحيى ولدنا ولكن الى بارتيان تو لي الجزائريين ان شاء الله ربي يوفقك